حصلت الحركة على أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 20 إلى 27 يونيو 2022. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين. قاعدة اليمن تقر بخروج مقاتلين لها عن أمرها في أبيان. إعلام مقرب من جماعة شباب الصومالية يلخص دراسة دولية عن خيار مفاوضات بين الجماعة والحكومة. وفي تقليعة جديدة المقدسي يقول ليس كل المواطنة مذمومة. وضيف الأسبوع الأستاذ عمر البشير الترابي، رئيس التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي، يحدثنا عن مناهج المواطنة في الوطن العربي، عن بوكو حرام، وأين يخطئ الباحثون في فهم الإرهاب. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. نشرت القاعدة في اليمن بياناً موجهاً إلى قبائل أهل السنة في أبيان جنوباً، ونتوقف في هذا البيان عند أمرين. أولاً، يقر البيان بخروج بعض مقاتلي التنظيم عن أمره في شن هجوم أخير ضد جنود يمنيين على خط أحور الساحل في أبيان، وقال إنه تم بصورة فردية وإن منفذيه خالفوا بهذه العملية الأوامر الواضحة بعدم القيام بأي عمل ضد حكومة شقرة في هذه المرحلة حسب ما جاء في البيان. وشقرة هي مدينة في محافظة أبيان. وهنا نسأل، كيف يدير التنظيم شؤونه؟ هل ما حدث كان انقطاعاً في الاتصال أم تمرداً على قيادة التنظيم؟ وثانياً، ليست المرة الأولى التي يحذر فيها التنظيم ويتوعد القبائل السنية في اليمن. القاعدة كما في كل مكان يدعون أنهم حماة السنة، ولكنهم الأشد عليهم. عندما تكون تقاتل الحوثي مواجهاً له، ثم يأتي من يطعنك في الظهر كما يحصل من بعض الجهات في مأرب خاصة وفي غيرها، قادرون على أن نرد عليهم وأن نؤدبهم وأن نعاقبهم. نشرت معرفات موالية للقاعدة مقالا كتبته وكالة شهادة الإخبارية المقربة من جماعة شباب الصومالية. المقال يتناول دراسة أخيرة نشرتها مجموعة الأزمات Crisis Group عن خيارات الضلوع في عملية سياسية تجمع الحكومة الصومالية وجماعة شباب. لم تعلق شهادة على الدراسة، وإنما استعرضت التقرير بالترجمة والتلخيص، لكن يلفت أن شهادة لم تستنكر الفكرة. فهل يعني هذا قبولاً مبطناً من جانب شباب بحيث تحذو الجماعة حذو طالبان مثلاً؟ ربما. الدراسة التي نشرتها مجموعة الأزمات بتاريخ 21 يونيو خلصت إلى أن الحرب مع شباب استمرت 14 عاماً ولا يبدو أنها ستنتهي، إذ أن هزيمة جماعة شباب عسكرياً لا يبدو أمراً ممكناً. وبالتالي تنظر الدراسة في أهمية البحث عن طرائق أخرى قد تجلب السلام، ومنها أن تدخل الحكومة الصومالية في حوار مع الجماعة من دون أن يلغي ذلك استمرار العمليات العسكرية. تقر الدراسة بأن هذا الحل غير مضمون، ولكن المحاولة تستحق. وفي المحصلة تقول الدراسة إنه إن رفضت جماعة شباب عرض الحكومة بالجلوس على طاولة حوار، فإن الصوماليين سيلقون باللوم على جماعة شباب في إطالة أمد هذه الحرب. تختم الدراسة، تكلفة استمرار الصراع تحتم ضرورة إبقاء خيار الحوار مطروحاً. رفض هذا الخيار
سيضع الصومال رهينة حرب لا نهاية لها. نضيء كل أسبوع على البون الشاسع في التنظير بين المنظرين الجهاديين والأنصار والجماعات المحسوبة على الساحة الجهادية. وهذا الأسبوع تطرق أبو محمد المقدسي لمفهوم الوطنية. الآن ما نعرفه أن الجهاديين يستنكرون الوطنية أو المواطنة كما يستنكرون الديمقراطية، فلا يجوز بأي حال الانتساب إلى وطن أو جغرافيا. لكن المقدسي هذا الأسبوع فصل بين نوعين من المواطنة، بما يرجح كفة الميزان للطالبان على حساب هيئة تحرير الشام تحديدا. في صلب هذا التمايز كان لقاء مسؤولي طالبان مع السيخ في كابل بعد هجوم داعش على معبدهم في 19 يونيو. يقابله لقاء الجولاني مع دروز جبل السماق في إدلب في 9 يونيو. في الأول خصص مسؤولو طالبان مساعدات نقدية لمتضررين وعرضوا ترميم المعبد، وفي الثاني طمأن الجولاني دروز وقال إنهم شركاء في الثورة. أما المقدسي فيقول إن مبدأ المواطنة غير مذموم بالمعنى المطلق، فهناك مواطنة شرعية بين قوسين كتلك التي يمارسها طالبان اتجاه السيخ، أما غير الشرعية أو الطاغوتية كما يصفها فهي تلك التي تساوي بين تلك الطوائف والمسلمين كما تفعل هيئة تحرير الشام، عندما قال الجولاني للدروز حالكم حالنا. في نفس الوقت استنكر المقدسي أن يعرض مسؤول طالبان ترميم المعبد باعتباره يدعو إلى كفر. أبو محمود الفلسطيني الذي يعارض المقدسي وصف تفصيل المقدسي هذا بأنه تخبيص. استمرارا لما بدأه داعش قبل أسابيع تحت عنوان الهجرة إلى أفريقيا، نشرت المعرفات الرسمية للتنظيم مرئيا من 5 دقائق بعنوان من أرض الشام إلى ليوثي أفريقيا، تحدث فيه أكثر من شخص مشيدين بالتنظيم في أفريقيا عامة وفي الغرب خاصة، متعهدين بالنفير والمؤازرة. إذن انتهت الحملة في غصن الزيتون ودرع الفرات شمال سوريا، والتي بدأت في 18 يونيو. هيئة تحرير الشام لم تعترف قط بأنها وجهت أرتالاً إلى المنطقة انتصاراً للمنشقين من الفرقة 32 أو القطاع الشرقي لحركة أحرار الشام الموالي للهيئة في نزاعهم مع الفيلق الثالث أو الجبهة الشامية المنضوية تحت لواء الجيش الوطني السوري. لكن الحسابات الرسمية لحركة أحرار الشام نقلت أنه تم إبرام اتفاق بين الحركة والجبهة الشامية يتم بموجبه إطلاق سراح الموقوفين وفك الاستنفارات وإزالة الحواجز والعودة للحالة الطبيعية في كافة القطاعات والمناطق، كما نقلت صوراً من لقاءات عقدتها قيادة الحركة مع كوادرها وعسكريها. على الجانب الآخر نشر الفيلق الثالث بتاريخ 22 يونيو بياناً حول ما وصفه بأحداث إنفاذ القانون ورد العدوان على المناطق المحررة. كرر البيان ما قاله سابقاً عن أن جهات وصفها بأيادي البغاة المعارضين لمشروع يحفظ أمن المناطق المحررة ويزيد فاعلية الجيش الوطني حرضت مجموعات من الفرقة 32 على الانشقاق، فتحرك الفيلق لتطبيق قرارات لجنة الإصلاح. وهنا يتهم بيان الفيلق مرة أخرى هيئة تحرير الشام بالتورط في المسألة، ويقول إن الأمر أزعج هيئة تحرير الشام وهو ما كانت تنتظره، فتدخلت تدخلا سافرا لفرض وصايتها على المناطق المحررة ودفعت بأرتال إلى منطقة غصن الزيتون بحجة الدفاع عن المنشقين. وختم البيان بدعوة عناصر الجيش الوطني بمختلف فيالقه وتشكيلاته إلى الوحدة. في الأثناء نقلت حسابات معارضة للهيئة أن مظاهرات شعبية انطلقت في درع الفرات وغصن الزيتون ضد الجولاني وضد بعض الفصائل المحسوبة على الثورة التي قيل إنها مهدت للهيئة تمددها المحدود في المنطقة مثل فيلق الشام. في إحدى المظاهرات رفع المتظاهرون شعارات ساووا فيها بين الهيئة والنظام السوري وكتبوا اسم مختلف وهدف مشترك.
نقلت معرفات معارضة للهيئة خبر عزل الشرعي أبي الفتح الفرغلي من مهامه. الفرغلي عضو لجنة الإفتاء في الهيئة ومن القلائل الباقين فيها بعد انشقاق أو تحييد شرعيين مثل أبي طلحة المسير وأبي اليقظان المصري والمحيسني وغيرهم. تساءل أصحاب الحسابات هذه عن الأسباب التي دفعت مظهر الويس الشرع العام للجناح العسكري في الهيئة لهذا القرار. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عمر البشير الترابي، رئيس التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي. هو باحث متخصص في مكافحة الإرهاب، له تحت الطبع كتاب أثر انكسار التقليد في ظهور الحركات الجهادية المعاصرة، وكتاب تقييم سياسات العراق ونيجيريا في مكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ عمر. مرحبا بك وشكرا لك على الاهتمام وعلى التقديم، ومرحبا بك، عسى أن نكون خفيفين ومفيدين على من يسمع ويرى. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أصدر مركز المسبار أخيرا كتاب مهم بعنوان التربية على المواطنة في المناهج العربية. قدمت حضرتك للكتاب وقلت إنه لا يتيسر المضي في قيم المواطنة دون تشرب قيم التسامح وقبول الآخر. إلى أي درجة ما تشهده منطقتنا العربية من إرهاب الجماعات الجهادية داعش والقاعدة مرجعه إلى إخفاقات في التربية الوطنية؟ أين أخطأنا في التربية الوطنية أستاذ عمر؟ المواطنة نفسها ليست مفهوما جامدا لم يتغير، بل نماذج وأفكار مختلفة ومدارس. مدارس كل مدرسة أنتجها سياق محدد، هنالك سياق جاء من حرب، سياق جاء من حياة، سياق جاء من تعايش. درسنا المواطنة في هذه التجارب على اتساعها، ودرسناها ثما في دراسة لكل منهج من المناهج العربية، فهما مقارنتان كانت نتيجتهما أن ثمة جهود في الدول العربية لدراسة هذا العنوان المهم، وثمة نتائج له في مجملها اعتراف بأن ما زلنا في بداية الطريق لإقرار هذا المفهوم. هل نحن متأخرون كأفراد؟ في وعينا نعم نحن متأخرون كأفراد، ولكن علينا أن ننتبه إلى الأمر الآتي، أن مجتمعاتنا كلها تتعاطى مع مفاهيم جديدة. مفهوم الدولة في ذاته جديد، وليس جديد على هذه المنطقة من العالم العربي أو العالم أو الشرق الأوسط، وإنما جديد على كل دول العالم، ولكن وصلت إليه بعد انكسارات محددة حقيقية ساهمت في أن يتبنى هذا المفهوم عن قناعة. ليس من الحكمة أن نتخيل أن أوروبيا ما استيقظ في القرن السادس عشر وقرر أنني اليوم خلاص قررت أن أبني دولة، قررت أن أفوض السلطات إلى شخص يديرها والقضاء إلى شخص آخر، وأنني لن أقتص بيدي وسنقيم نظاما تعليميا وكذا. ما حدث هذا. الذي حدث في التاريخ عكس ذلك. تقاتل الناس، قتلوا بعضهم، اكتشفوا أن هذه الدماء الكثيرة يجب أن يوقف لها حد، يجب أن يكون هنالك منظومة للتسامح تسمح للآخر أن يعبر عن أفكاره، يجب أن يكون الحق نسبيا، يجب أن تكون الرؤى مفتوحة، كل يرى ما يريد ما دام لا يتحول رأيه إلى عمل يقتل الآخر أو يغتاله أو يشرع ذلك. فأصبح محاولتنا لفرض لترسيخ الدولة أصبحت مشكوك في نواياها في الخمسينيات، لأن حينما يخرج الاستعمار على سبيل المثال ويبقى المواطنون من بعد ليقيموا دولة، كان هنالك هاجس، هل سنأتي بالدولة التي كان يأتي بها الاستعمار وأم نعود إلى دولة سابقة؟ فانبجس سؤال تجاوزه الناس، في الحقيقة تجاوزته المجتمعات. أصبحت هنالك بوابة واحدة للدخول إليها، يجب أن
تعتمد فكرة الدولة أساساً للاستقرار، يجب أن تنظر إلى المواطنة، المواطنة بما فيها من نظريات الاعتراف، بما فيها من نظريات المساواة، وبما فيها من اتصال بشجرة التسامح الكبيرة التي فيها تعايش وفيها ما يضمن استمرار رأس المال البشري متراضياً على العيش المشترك. يجب عليك أن تأخذ المعروف، المعروف المعروف، وهذا جزء من معروفك الثقافي. وأستاذ عمر، لأي درجة هذا الأمر عملي؟ يعني نحن كأفراد في أحاديثنا الخاصة حقيقة نحن نمارس فوقية ضد الآخر. بطبيعة الحال من حق كل إنسان أن ليتسق سلامه الداخلي أن يشكل معنى من معاني الحقيقة، ولكن الذي تعلمناه من حياتنا المديدة وتاريخ الإنسانية أن هذه الحقيقة لها أوجه كثيرة، وقبل أن تتعلم أن ما لديك هو الحق عليك أن تعرف أن الطرق مئات لتصل إلى هذه الحقيقة، فليس وأن الحقائق نسبية تتغير وتتعدد، وأن علينا أن نتحاور، وأن ما كان في زمان سابق يتغير شكله في زماننا هذا، وحتى نفتح الباب إلى مزيد من المداولات ومزيد من التشاور ومزيد من التحاور، ولكن هنالك جهات بعينها تريد أن تغلق هذه الأبواب وأن تمنع هذا السلوك لكي تستبد هي بالرأي الواحد، ولكي تصبح هي المسوق الوحيد لهذا الاتجاه، وهي حركات متصلة بالتطرف وبالعنف وبالإرهاب. فالنموذج الداعشي أو النموذج الذي تختص به القاعدة يفعل أمرا قريبا من ذلك، بأنه يحتكر كل العاطفة الدينية وكل الإحساس بالأعلام التوحيدية، ويقول أنه الممثل الأوحد أو أنه الشخص الوحيد الذي أنه وحده من يجلب رضا الله، وأنه نعم هذه المصطلحات، ويكفر من بقى. أستاذ عمر، من إنتاجاتكم المميزة في المسبار سلسلة عن المرأة في التاريخ، وعندما نتحدث عن الإرهاب نهتم حقيقة بالمرأة، لأنه الإرهاب متى استحكم في أي منطقة يبدأ دائما بالمرأة. ونرى اليوم مثلا أنه طالبان يحجمون المرأة في تعليمها وعملها منذ وصلوا إلى الحكم في كابل. أين يخطئ هؤلاء؟ حينما أفرد المسبار، مركز المسبار للدراسات والبحوث، حينما أفرد للمرأة كتبا كانت كاشفة لكثيرين من الكثيرين من حتى المتنورين لجوانب لم يكن ينتبه إليها. فتجد أن هنالك رجال دين أخذوا مشروعيتهم من نساء، وتجد شاعرا عربيا في الطبقة الثانية من شعراء العرب أبدا يقول خذت الشعر عن 60 امرأة، بل هو عن النساء، بل دعك عن الرجال، ويقول آخر. تجد أن وجودها في كل هذه الكتب التاريخية الضخمة لا يتناسب مع حضورها اليوم في الواقع الموجود الآن. يستدعي ذلك إعادة العمل على توازن، وإعادة عمل على إعادة تمكين وإعادة ترسيخ لحقيقة كرامتها الإنسانية وسعيها المعلوم. الجماعات المتطرفة تناولت المرأة في طبقات مختلفة، كل مجتمع وله آليات فعله. مثلا النموذج الذي أشرت إليه في طالبان يصدر هناك بمعطيين، معطى ضعيف هو المعطى الديني، الأحناف زيارة المسجد من عدمه، آراء موجودة في الفقه هو فيها أخذ ورد، ولكن المعطى الثاني هو معطى اجتماعي. لدينا باحث عظيم في كتاب المركز عن طالبان كتب لنا دراسة يتناول فيها وضع المرأة، كان يفند فيها كل الآراء فقهيا ويضيف ويفندها مجتمعيا، ثم يقول
إن الحركة تطرح هذا الأمر من ناحية سياسية لكي تضغط على المجتمع الدولي. أستاذ عمر، في مقدمة الكتاب الشهري رقم 154 اللي صدر عن المسبار بعنوان الإسلام في غرب ووسط أفريقيا، أفردت حضرتك فصل عن بوكو حرام. وأنت درست بوكو حرام في وقت مبكر، رسالتك الماجستير كانت مقارنة بين داعش وبوكو حرام، كانت بعنوان تأثير الحركات الجهادية على السياسة الداخلية للدولة الوطنية. ما أكثر ما يلفت انتباهك عند دراستك لبوكو حرام؟ ما هو الشيء الذي نغفله نحن عندما نكتب أخبار عن بوكو حرام؟ الجماعات التي تنتمي إلى أي فكرة سواء دين أو قومية تحتاج أن تجد لنفسها في بداية العمل مشروعية تقليدية، مشروعية قديمة لتبني عليها. في حالة بوكو حرام كانوا يبحثون، والمناطق التي فيها نفوذهم، وإن كان كثيرون لا يحبذون هذه الإشارة تبرئة للشيخ عثمان دانفوديو، كانوا يريدون أن يبنوا أنفسهم على أنقاض تلك الإمبراطورية الخلافة التي أنشأها الشيخ عثمان، وكانوا يريدون أن يتمثلوا دعوتهم التي يعرفها أهل تلك البلاد على أنها الدعوة الجهادية الإسلامية التي أنشأت إمبراطورية لها أو أنشأت دولة لها مقاعدها ولها مثلها ولها مراسلاتها ولها سفرائها، وامتدت لريق مساحة واسعة وشاسعة بين بلدان كثيرة في 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 غرب إفريقيا إلى وسطها، وضمت في داخلها إثنيات كبيرة. حينما جاءت المصادمات التاريخية بين مع المستعمر أو مع الغزاة أو مع الذين جاءوا لأسباب، انكسرت هذه العرقية وانكسر هذا المجموع الإنساني الموجود. هذه الانكسارة الجماعة الموجودة استثمرت فيها، فأعادت استخدام حتى الألفاظ يعني تحريم التعليم الغربي التي تتسمى به الجماعة، ربطتها بالمنشأ الأول، واستغلت الحنق والغضب الموجود لدى العرقية نفسها إن كانوا أوريين، واستغلت المساحة في ميدغوري لكي تبني جماعات وفية وتربطها بذلك الأصل. خلاصة الأمر أن بوكو حرام في بدايتها وفي منشأها كانت سياق محلي محض، ولكن بعدما جاءت الهالة الجديدة التي بدأت حينما يعلن أن هنالك خلافة، والأشواق انتقلت من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، وكل الخلافات الموجودة الآن في داخل بوكو حرام والانشقاقات التي نسمع عنها منذ 2013 هي انشقاقات مرتبطة في أساسها بتقسيم. نحن ننتمي إلى الجماعة المحلية والمشروع المحلي، أم أننا ننتمي إلى شخص خارجي لم نره، ولكنه لديه صورة إعلامية أفضل، لديه تمويل أحسن، لديه قدرة أكبر. فهذا التعاون إلى هذه الدرجة مقدور عليه. الخطر أن تتحول الفكرة كما تحولت أفكار يسارية في الستينيات إلى حالة من حالات النضال، ويتبناها آخرون ويصبحوا ينتمون إليها. يجب العمل بشكل أساسي على تفكيك جذور الظاهرة نفسها وفهمها وإحداث درجة حقيقية من التعاون، ليست فيها هذه الزئبقية الموجودة الآن، وأن تتاح بين الناس حوارات، وأن نعرف كباحثين، أن نعرف عن تاريخ تلك الدول، أن نذهب إلى معرفة جذور الأشياء ونفسية الناس نفسهم ونتفهمها، لكي نستطيع أن نتعاون مع الخيرين للتحالف. إذا كنا نحن نتحدث الآن أن أناس
يسافرون من قلب العراق المجيد إلى نيجيريا العزيزة ليقاتلوا الدولة، فما بال الدول لا تتعاون. أستاذ عمر، أثناء التحضير للمقابلة كنت بحكي أنا وياك، فكان في عندك ملاحظة على كيف يتناول الباحثون مسألة الإرهاب، وأنا أسأل أين يخطئ الباحثون في الإرهاب في فهمهم لما يحدث؟ الباحثون الذين طرأوا على دراسة هذا المجال بعد 2001 بعضهم جاء من خلفية مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مرحبا بهم، ولكن كان ينبغي أن يكثف لهم بعض الدراسات في بعض الجوانب المعرفية التي ترتبط بهذه الظاهرة. والوافدون لاحقا أيضا مارسوا خلطا تسطيحيا يحتاج كل من يدرس هذه الظاهرة إلى دراسات معمقة للتاريخ ودراسات معمقة للمجتمع ليفهم معنى النية ومعنى الكلمة ومعنى التعبير عنها، ولا يخلط ما بين حرية الرأي. ليس من حرية الرأي أن تطلق تكفيرا لآخر، أنت هنا تهدر دم، أنت هنا تجعل عرضة لأن يقتل قتلا دينيا بسبب رأيك، وليس من حقك أن تفتئت، وليس من حقك أن هذه مفاهيم كلها ما زالت ما وجدت في نظر الآخر في لدى الباحثين تحريرا منضبطا كثيرا. لذلك نحتاج إلى جهود تشبيكية كبيرة جدا ما بين الباحثين. الأستاذ عمر البشير الترابي، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.